افعل الخير حتى لو بكلمة. يعني النهاردة في ظروف كتير اتحولت من حال لحال، وفي ظروف بقت صعبة، وفي ظروف اتغيرت للأسوأ وفي للأحسن. هنتكلم النهاردة عن الناس الغلابة اللي في الشارع. بمعنى في ناس ممكن تشتري شوز ب2000 جنيه وب1000 جنيه وب500 جنيه وب300 جنيه، تمام؟ وفي ناس المعاش بتاعها 350 جنيه. والله العظيم انا شفت ده في مستشفى، لقيت راجل عجوز كبير جايب السيرك بتاع القبض بتاعه وبيقول للدكتور والله المعاش اهو زي ما حضرتك طلبتوه 350 جنيه، وربنا يديمها، ربنا يا رب يديمها. عايز اقول معظمنا لما نلاقي حد في الشارع، بالذات اللي بيبقوا قاعدين على الكافيهات، بيعرض عليك ساعات بنت ساعات ولد، بيعرض عليك مثلا احزمه، بيعرض عليك اقلام، بيعرض عليك مصاري، ايا كان المنتج اللي معاه هو بيعرضه عليك. انا عايز اقول لك اشتري منه حتى لو مش محتاجه، صدقني حتى لو مش محتاجه اشتري منه، ساعده انه يكمل، ساعده انه يعني يعرف يصرف حتى على نفسه، تمام؟ لما انا هقوله لا وانت تقوله لا وغيره هيقوله لا، تتوقع ان ممكن يكون اتجاهه ايه؟ تتوقع ايه الاتجاه اللي ممكن يصير ليه بعد كده، تمام؟ تعالوا مثلا في السوق بالنسبة للسيدات، النهاردة احنا مثلا بنلاقي الطماطم مثلا ب10 ب15 ب20، انت بتفصل في جنيه في 2 جنيه في 3 جنيه، ما تفصليش. يمكن يكون الجنيه او الاثنين جنيه او الثلاثة جنيه دول ممكن يكون هو ده المكسب بتاعهم، تمام؟ ساعات بنعدي كده بنلاقي الناس مثلا قدام العماير في وسط البلد او ايا كان في اي ميدان، الناس دي فرشة مثلا بفرش احذية بلبيسة بايا كان ورنيش، اشتري منه، اشتري منه حتى صدقني لو مش محتاج الحاجة دي، اعتبرها صدقة، اعتبرها لله. اذا ما كناش احنا نساعد بعض، اذا ما كناش احنا اللي نقف مع بعض، هو طبعا الرزاق ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد، بس لازم احنا برضو يبقى جوانا النقطة دي، لازم يبقى جوانا الحتة دي، تمام؟ لازم يبقى يعني جوانا الحب البعض، لازم ان احنا نخاف على بعض، لازم نبص للناس دي بنظرة. يعني يمكن الناس دي انا بشوف منهم، يعني النهاردة بشوف ناس بتيجي تشحت، والله العظيم الناس دي من شكل شحاتين، ومحدش يتفزلك ويقول ايه ده شحاتة ولا شحات ومعاه فلوس قد كده. اللي يعني انا بشوف ناس، والله العظيم انا قابلت اسرة بنتين وام، يا رب ثلاث بنات وام، والله العظيم ما شكل شحاتين خالص. البنت مش عارفة تشحت، البنت مش عارفة تقول كلمة انها يعني تاخد منك فلوس، مش باين في السيناريو بتاعه والديالوج اللي هي بتقوله. في ناس بقت ظروفها صعبة قوي، في ناس ظروفها بقت أصعب. أتمنى لما حد يجي لك اديله، يا عم معكش تديله كفاية انك تقول الله يسهل لك، الله يصلح حالنا وحالك، الله يبارك لك، الله يرزقك، الله يسعدك. دي الكلمة، دي الكلمة اللي ممكن تسعد بيها حد. يعني ابتسم حتى لما تيجي يعني تعمل خير، ما تبصش فرش انت تعمل في الخير، انت وطي دماغك كده وانت بتدهله، يعني داري كده دماغك وانت بتدهله. يعني حتى لما تيجي تقول كلمة ما تقولش امشي يا عم الله سهل لك، كلمة يعني في ناس بتقول الله سهل لك دي بطريقة يعني صعبة تجرح. يعني برضو يا جماعة صعب ان يبقى راجل كبير جاي لشاب وبيقول له قول الله سهل لك، يعني انت حتى في الكلمة اللي انت بتقولها يعني مفيش حتى انك تريحه نفسيا. يعني في كله مثلا معكش قول الله يصلح حالنا وحالك يابا، الله يكرمك يا رب ويرزقك من حيث لا تدري. يعني برضو اديله كلمة ان الراجل حتى يتفائل، يعني الراجل ما يحسش ان هو انجرح قدامك، تمام؟ لو كلمنا برضو عن الخير، الخير بين الاصحاب،
النهارده المشاكل معظمها النهارده الاصحاب. النهارده ما فيش صاحب بيعرف صاحب الا عشان مصلحه، طبعا الا من رحم ربي. تمام، النهارده لما تصاحب صاحب شخصي او يعني او او حد يكون بتحبه وهو بيحب، انت حاسس ان هو بيحبك وبيعزك وبيقدرك، دايما اختبر صاحبك في تقديره ليك. اول حاجه انك تشوفه هيقدرك ولا لا، دي عشان تختبر صاحب ليك. تاني شيء المواقف، سيبكم من الخروج، سيبكم من الضحك، سيبكم من الفسح. الصاحب ما بتعرفش غير في الشده، الصاحب ما بتعرفش غير في انك تقدره ويقدرك. تمام، الصاحب دايما بيبقى في ظهر صاحبه، يمكن ساعات الصاحب بيبقى اكتر من الاخ، لان انت بتبقى مع صاحبك اكتر ما بتبقى مع اخوه. فالنهارده اختاروا اصحابكم قبل ما النهارده نقول ده كذا وكذا وكذا والصاحب وبتاع، لا النهارده لوم نفسك انت عشان انت ما عرفتش تختار صاحبك. تمام، يعني ما تفرحوش بان في ناس كتير تعرفك او في ناس كتير بتحبك، صدقني هي بتصفي في الاخر على واحد بس هو اللي بيحبك. تمام، النهارده الخير بين الزوج والزوجه. يعني ايه الخير بين الزوج والزوجه؟ انك تقول لها كلمه طيبه، ان انت تقول له كلمه طيبه. النهارده يمكن بعضنا البعض كتير عنده ظروف ماديه وظروف نفسيه، نحاول نستحمل بعض. النهارده اذا ما كانش الزوج يستحمل زوجته والزوجه تستحمل زوجها، هتعلموا اولادكم ازاي يستحملوا لما يكبروا؟ هتعلموا اولادكم ازاي ان هما لما يتجوزوا ويفتحوا بيوت ان هما يستحملوا ظروف الحياه؟ هتعلموا اولادكم ازاي ان هما يصبروا ويعيشوا؟ كل شيء ربنا سبحانه وتعالى كتبه في صفحتنا، ان كانت الظروف متاحه او ظروف غير متاحه، اذا كان الرزق قليل او الرزق كتير. عايز اقول كل حاجة دي بيد الله سبحانه وتعالى، كل حاجة احنا في حياتنا دي ربنا كاتبها لنا. تمام، الرزق والموت بيد الله سبحانه وتعالى، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. ربنا كاتب معاد موتك وكاتب لك رزقك من ساعة ما تولد لحد ما تموت. الرزق دايما على الله سبحانه وتعالى وليس على عبد. مش عايز اطول عليكم، بس كل اللي عايز اقوله ياريت الناس تحب بعض، يا ريت ما نزعلش من بعض، الدنيا مش مستاهلة خلاص. يعني نلاحظ ان شباب كتير بتموت وناس كتير بتموت، لا يعني زي ما بيقولوا ايه، الدنيا مش مستاهلة، الدنيا متفاتة. حبوا وتحبوا، اللي زعلك قول الله يسهله والله يصلح حاله، ما تقولش الله ياخده والله يلعنه والله، دايما قول الكلمة الطيبة الله يصلح حاله ويصلح حالنا. وإن شاء الله ألقاكم في كلمة جديدة كده بإذن الله، وأتمنى أن أكون كلمتي طيبة معكم النهاردة وما حدش يكون زعل مني، وتحياتي ليكم يا حشاش.